السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم التلميذة خديجة من قسم الثانية بكالوريا. أنا جيت هنا كنحتاج وكنطالب على الحقوق ديالي. المنطقة ديالي ديال منطقة بني مكادة تعرضنا للتعليم عن بعد، تصدمنا بهذا القرار يوم الأحد، على أساس حنا غادي نجيو يوم الاثنين إن شاء الله غادي ندخلو نقراو حتى كيعلمونا بأننا غادي نكونوا التعليم عن بعد. حنا هنايا ما بغيناش التعليم عن بعد، حنايا كناشدوا السلطات المعنيه بالامر، الوزاره المعنيه بهذا الشيء. اننا سنوات اشهاديه لحد الان باقي ما عملناش الامتحان الجاي وما عرفناش هذا الشيء فين غيوصل. على اين حنا كنطالبوا اننا نقراو حضوري. انا بالنسبه لي كنقترح ان السنوات الاشهاديه تقرا حضوري، سنه اولى بكالوريا والثانيه بكالوريا، لان جربنا التعليم عن بعد ما فادنا حتى شي حاجه. وكذلك كاين واحد التمييز، واحد العنصريه بالمنطقه ديالي، منطقه بني مكاده اللي فيها المدارس العموميه تفرض عليهم التعليم عن بعد، بما في حكم ان مقارنه مع المدارس الخصوصيه كيقراو حضوري. هادشي سمعنا احنا، المدارس الخصوصيه كيقراو حضوري، علاش التمييز بين المدارس العموميه والمدارس الحضوريه؟ حنا هادشي ابسط الحقوق ديالنا باش نقراو باش نوصلوا لشي حاجه مفيده في المجتمع. حنايا بغينا قرايه تكون حضوري استاذ، لانني انا عندي سنه بكالوريا ثانيه بكالوريا ما غاديش نقرا مع استاذ نتواصل معاه عن بعد نهائيا، ما فهمت حتى شي حاجه. ونزيدكم على هذا الشيء، الاساتذه ديالنا تخلوا علينا، التعليم عن بعد تخلوا علينا، اشد تخلي، حتى واحد ما تعاون معنا نهائيا. هذا الشيء علاش حنايا كنطالبوا بابسط هذا الشيء ديالنا باش نكونوا شي حاجه، نوصلوا حضوري باش نستافدوا، عن بعد ما كيفيدنا حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين، وحنا كنتمنوا المسؤولين يسمعوا الصوت ديالنا. حنايا جد نظاميين وجد منطقيين، هادشي اللي كاين، حنا ما لا فوضى لا حتى شي حاجه.